شايفين هالأكل شو طيب؟ أنا من زمان كنت إيجي أكل هون وضلت طعمته تحت أسناني، وكنت مقرر أول ما أرجع من السفر بدي إيجي وأكل من عنده، وهلأ حققت حلمي. معك حق، طيب أكله. حاسة حالي عم زيد عليك بس ما معي مصاري. لا شو عم تحكي أنت؟ لو لكم ما أكلت هون. أمي أنا معي مصاري، رح روح أجيب لكم بسكوتي. دخيله هالشاب الكريم ما أحلاه. أمي ما بكفوا؟ لا أمبلا بكفوا. يلا تعالي معي لكم. استنى خذ جاكيتك البسه، وأنت كمان. أمي رح أخذ الموبايل معي منشان إذا بدك مني شي. يلا تعال. أولادك كتير حبابين. شكرا. شو أبوهن ضل بأماسيا؟ لا نحن منفصلين من زمان. والأولاد ما بيروحوا بيشوفوا؟ لا وجور ما بيعرف إنه أبوه عايش، هو ما شافه ولا مرة بحياته، أنا ما قدرت خبره إنه تركنا. يعني ما تحكي شيء قدام. لا أكيد ما رح أحكي له، لا تخافي. وأنت وين عائلتك؟ لساتهم بروسيا؟ أنا مو متزوج. ليش ما خبرتيني إنك بتعرفي إنه خليل مات؟ شبك يا بنتي؟ تعي معي شوي نرجس، تعي. لك هلأ أنت ضروري تحكي قدامه للزلمة؟ ما بتعرفي إنه هالشي ما بيصير ينحكى قدام مين ما كان؟ لك شبكي بنتي شو صاير لي؟ ليش ما خبرتيني أمي؟ ليش؟ أنت وين سمعتي هالخبر؟ أمي اتصلت ميرال وأختي ردت عليها وحكيت معها. يعني هلأ صرت مجرمة؟ أكيد رح يعتقلوني أمي لأني صرت مجرمة. شو رح يصير فيني هلأ؟ بدهم يأخذوني على الحبس مو هيك؟ خبريني أمي مو هيك؟ اسمعيني، ما رح يصير أي شيء منها، تمام؟ فهمتيني بنتي؟ خلونا نفوت، الزلمة قاعد وناطرنا. تمام. وجور طلع فيني، انت ما رح تفتح تمك ولا تحكي شي عن اللي صار معنا بأماسيا، عم تفهم؟ اذا سألك بتقله ما في شي. حاضر امي. يلا روحوا غسلوا وشكم بسرعة. ألو أهلين خالتي جانان. آسيا كيفك يا بنتي؟ أنا منيحة خالتي، وإنتي كيفك؟ سمعت إنه بدك تزوجي أرزو، مزبوط؟ لا تسأليني، ما عم لحق على شيء. مو عرفاني من وين بدي بلش ولا من وين، كتير فرحت لما عرفت إنك جاي. صح، ليكني هلأ على الطريق مع الولاد. كتير منيح، يلا تعالوا بسرعة خليكن تساعدوني بضب الأغراض. أي أغراض بدنا نضب؟ إنتي لسه ما بتعرفي شو القصة؟ أرزو بدها تتزوج على ألمانيا، وأصرت إنه تاخدني عيش هنيك معها، وما كانت تسمع مني أبداً، خلص بدها تاخدني، حتى صهري كمان مصر، ما قدرت قله لا، لهيك أنا عم ضب أغراضي ومسافرة معهم. أنتوا أيمتى رح توصلوا لهون؟ ما بعرف، على الأغلب بكرة. طيب يا بنتي ديروا بالكن على حالكن وتوصلوا لعندي بخير وسلام إن شاء الله. تسلمي يا خالتي. جبت لكم معي كذا نوع عصير مشان إذا حدا حب يشرب على الطريق، خير في شي؟ لا. طيب خلينا نروح على السيارة هلأ أحسن ما تبردي. Thank you.
أكيد هلا رح يفتشونا ويفتشوا السيارة. غمضي عيونك مشان تبيني نايمة. الله يعطيك العافية حضرة الشرطي. أهلين، أعطيني ورق السيارة. إيه تكرم، تفضل. من روسيا لهون هذا سادس حاجز لهلأ، يعني صار في عندي خبرة. من روسيا؟ لكن طريقك طويل. عادي، شوف عيلتي كيف ناموا، وأنا بصراحة تعبت وهلكت كتير من السواقة على الطريق، وبدي أوصل على اسطنبول بسرعة لحتى أرتاح شوي بقى. أكيد أنت مشتاق لبلدك. أكيد مشتاق، ليش في أحلى منها؟ هاي ورقة. يسلموا. بدك هوية مرتي كمان؟ لا ما في داعي، رحلة سعيدة يا أستاذ ماهر. شكراً.